ضالين. ثم قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. العرب كانت تستنصر بشيئين، إما برجال وإما بأموال. فالأموال تقوم مقام الفدية، فمن أسر وكان ثريا يفدي فينجي، وإما أن يكون ذا عزة ومنعة فيأتي قومه وفي مقدمتهم أبناؤه. ولما قال معاوية: يوما للناس فليقم أعز العرب وليأخذ هذه، قام رجل فقال له معاوية: كيف أصبحت أعز العرب؟ قال: إنني والد عشرة وأخو عشرة وأخوالي عشرة وأعمامي عشرة. فجعل كثرة العدد نصيرا له. جاء القرآن بما العرب تعرفه، فنفى الله عز وجل الانتفاع في الآخرة بكلا الحالين. قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلا فدية تقبل ولا رجال يستطيعون أن ينصروك بشيء. وهذا من دعاء وتضرع الخليل إلى ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا، وهذا استثناء قد يأتي إلا هنا بمعنى لكن، إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما يمكن أن يسلم منه الشرك، لأن وجود الشرك عياذا بالله محبط للعمل، ولا يمكن أن تكون سلامة مع الشرك، لا يمكن أن تكون سلامة مع الشرك. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول ما يسلم منه الشرك، ومحال أن يسلم أحد من الذنوب كلها، محال أن يسلم أحد من الذنوب كلها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، إلا ما كان من يحيى بن زكريا، إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فإن يحيى بن زكريا ظاهر الحديث أنه يلقى الله ولم يهم بخطيئة. فلهذا قال العلماء: لا يمكن أن يسلم من الذنوب أحد، لكن ينبغي أن يكون القلب سليما من الكبر، سليما من الحقد، سليما من الحسد، سليما من البغضاء لمن حوله من المؤمنين. وكما قلنا في أول اللقاء عن قضية التشفي، فإنه ينبغي للمؤمن أن يكون رحيما ودودا بقرابته خاصة، فتتأكد حقوق العباد بحسب ما جعلها الله. وأعظم الحقوق حق الوالدين، والله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إلزمهما فثم الجنة. فإذا كانت الجنة في لزومهما، فمن باب أولى أن فواتح الخير في الدنيا تكون فيها. ثم وصى الله عز وجل بالقرابة، قال: وآتي ذا القربى حقه. وصى الله بالزوجة، وصى الله بالأولاد، وصى الله بالجيران. كل ذلك دلالة على سلامة القلب وعلى الرغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. يذهب بعض العلماء إلى أن هذا لفظ سليم هنا على كلام العرب المقلوب. ما معنى كلام العرب المقلوب؟ العرب في كلامها أحيانا تقول للأعمى أبو بصير تفاؤلا بالسلامة، وتقول للصحراء التي يتيه فيها الرجال مفازة تفاؤلا بأنه يفوز، ويقولون لمن لدغ يقولون سليم، سليم بمعنى أنه لا يتضرر من اللدغ. قال الأعشى: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهدا. السليم هنا من لدغته حية. فبعض العلماء يقول: إلا من أتى الله بقلب سليم، أي لذع بخشية الله، لذع بخشية الله أحرقته المخاوف من غضب الله عز وجل وسخطه. وهذا وإن كان بعيدا، إلا أن بعض أهل العلم من المفسرين يذكره. قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. فالنجاة يوم القيامة بأن يقدم العبد على ربه وقد سلم قلبه.